ولا النت فيه مشكلة؟ مسجل انا. طيب الموضوع بتاع النهارده او حاجات كده تجميعات كده، يعني ممكن يكون فعلا استفادوا، بيقول لي ابو ان هم استفادوا شرحها في المحاضرات وكده، لكن في الاخر هي موضوع يعني مش بتيجي بالصوره، نادر لما يعني جت سنه يمكن ولا حاجه. طبعا خلينا بس نشوف وبعدين نبقى نتكلم على الامتحانات في الاخر. هو المقصود من كلمه هايبوجوناديز انه ان يعني بشكل واضح حاجتين، وان كان زي ما قلت لكم الموضوع بيبقى اكتر بالنسبه للرجاله في امراض الذكوره بتاع الجلديه، اللي ما اعرفش موقفها ايه دلوقتي ولا بيشرحوها ولا ما بيشرحوهاش، مش فاهم. يعني انا قصدي حتى لو يعني بيشرحوها، هل هم في العادي بيشرحوها في المحاضرات؟ مش عنديش خلفيه. وفي السنه الجايه في النساء المنهج بتاع النساء كله بيتكلم تقريبا في النقطه دي، ففهمه طبعا يعني هيفرق معانا وهيفرق معاكم انتوا كمان في المستقبل، حتى لو كان ما هوش موضوع ذات اهميه. يعني مش هي دي الموضوع اللي بيركزوا عليه في الامتحانات قوي، لكن زي ما في الامتحانات كده دايما بيبقى في تركيز اكتر على الدايابيتس مش عارف ايه، لكن يعني برضو خلينا نشوف. يعني ايه كلمه هايبوجونيزم، او احنا عايزين نتكلم في ايه، او الموضوع بيتكلم في ايه اصلا؟ بيتكلم في حاجتين كبار. الموضوع بتاع الهايبوجونيزم ده بيتكلم في حاجتين كبار. بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في ال infertility، خلاص. بيتكلم في ال infertility كجزء. الحاجة الثانية السيكشوال كاركتر، خلاص، اللي بيسموها secondary sexual character، خلاص. وفي حاجة بتخص الراجل وحاجة بتخص الست، يعني الانفرتيتي موجودة في الراجل والست، مفيش ovulation في الراجل في الست آسف، مفيش سبيرم في الراجل، فدي مسألة الهرمونز مسؤولة عنها، خلاص. secondary sexual character الست بتبقى البريست ديفلوبمنت، الراجل بيبقى التستيكولار ديفلوبمنت، هما الاثنين الراجل والست الهير ديستريبيوشن او البيوبيك هير، او هما بيقولوا عليه، بيقولوا لفظ كده مهم برضو اسمه انفيكوينت شيفنج. يعني اللي بيجي له هايبوجوناديزم ما بيحتاجش يشيل الشعر بشكل فريكوينت، الشعر اللي هو البيوبيك هير، فبيقولوا عليها الكلمه دي مهمه جدا، بتستخدم يعني بتستخدم دايما في الكتب العلميه، يقولوا عليها ايه؟ infrequent shaving، او يقولوا عليه little hairs. الكلمه دي زي ما قلنا امبارح، حكايه ليت بلومه، النضج المتاخر، قصده النضج من الناحيه برضه من ناحيه السكند سيكشوال فانكشن او كاركتر. ايه بقى اللي يخص؟ يبقى الراجل والست عندهم نفس المشكلتين، انفيرتيليتي خلاص، ومساله السكند سيكشوال كاركتر. السكند سيكشوال كاركتر في الراجل بتبقى تستيكولار ديفلوبمنت، والست بتبقى البريست ديفلوبمنت، والهير ديستريبيوشن والبيوبيك هير والشيفنج والحاجات دي موجوده في الاثنين، كويس. ايه بقى الحاجه اللي تخص الراجل والحاجه اللي تخص الست؟ الست مثلا هنا درس مهم جدا هيبقى برضه موجود السنه الجايه بشكل واضح، اللي هو الامنوريه او المينسترال ديستربنس في العموم، خلاص خلاص. ده برضه جزء يخص الست، والجزء الثاني اللي بيخص الراجل هو الاركتايل ديسفانكشن. الموجود فيهم هما الاثنين اللي بيسموها سيكشوال ديزاير او الليبيدو، برضه بتقل فيهم هما الاثنين. تاني هو دلوقتي احنا هنتناقش في موضوع اسمه هايبوجوناديزم، ودايما بنتكلم في الهايبوجوناديزم من ناحيه اكتر في البطنه، هي ادلت هايبوجوناديزم، والحقيقه الموضوع لازم تجيبه من اوله، يعني نتكلم برضو على مرحله الطفوله وليه ما حصلش ديفلوبمنت وحاجات زي كده، فعشان كده الموضوع طويل شويه، ممكن في جزء منه في الاطفال وفي جزء منه
لما بيكبر، لكن في الاطفال مش هتبقى عارف ان عنده هايبوغوناديزم ده، عشان كده هو الموضوع مهم قوي في الجزئيه دي. لكن هما بيفردوا له الاندوكراين بيطلع زي ما قلت لكم يتحط في كتب الجلديه وبيتحط في كتب النساء بشكل واضح بسبب السيكتور ده في المنهج. لكن ايه هما الحاجات بتاع الهايبوغوناديزم او ايه الفكره؟ ان احنا بنتكلم في حاجات مشتركه وهي الانفيرتيليتي والسكندري سيكشوال كاركتر اللي هي المظاهر التي تدل على النوع. خلاص طبعا دي بتفرق من راجل لست. الراجل بيبقى تستيكولار ديفلوبمنت والبينايل ديفلوبمنت، والست بتبقى مساله بتاعه البريست ديفلوبمنت. الشيء المشترك هو الشيفنج او اللي هو البيوبيك هير. اللي بيفرق بعد كده الراجل ولا الست، ونحط مع المشترك ده الحقيقه السيكشوال ديزاير او الليبيدو. خلاص لكن الشيء اللي بيفرق الراجل من الست، الراجل بتبقى الست بتبقى عندها مشكله مرتبطه بالميستورال ديستربنس، الراجل بيبقى عنده حاجه اسمها اريكتايل ديسفانكشن او ديسفانكشن في او ديفكت في الاريكشن. طيب لما نيجي نشوف التقسيمه الاساسيه، ودي حاجة مشكلة كبيرة جدا جدا على فكرة في مصر، ولما تبتدي تشتغل هتشوفها، وكل الحاجات بتاعت الهايبوكوناديزم ومشاكل الخلف رغم العدد الرهيب اللي في مصر ده من الناس وكمية الخلفة الرهيبة اللي بنشوفها دي، لكن ستيل في يعني مشاكل كبيرة جدا مرتبطة ب إذا كنا بنتكلم في الانفيرتيليتي أو بنتكلم في الامبوتنس يعني. خلاص فدايما الدكاتره الجزء بتاع الزبده بتاخده او بتتعامل معاه دكاتره الزبوره، والجزء الثاني بيتعامل مع دكاتره النساء. خلاص فقالوا خلاص احنا هنا بنتكلم في جزئين اهو، البرايمري هايبوغوناديز، وطبعا ده الى حد ما سمعته سيئه لان هو بيتكلم على ان دي مشكله كبيره من فوق. هو كلمه برايمري هايبوغوناديز يعني ايه؟ سوري معناها تستيكولار او اوفيريان، دي ما لهاش حل يعني. لو العيان مثلا، لو الراجل مثلا عنده تستيكولار دامج، عنده اندستندد تيستس، التيستس كانت موجوده في بطنه ما نزلتش، حاجات كتير جدا، في حاجه اسمها كده، عنده اوتو ميندز مكسر عامل تستيكولار دامج ابسيمير اتروفي نتيجه اوتو ميندز، مش هتعرف تتصلح، مش هتتصلح الحقيقه. لكن بنعرفها ازاي؟ ركزوا معايا كده في الرسمه اللي قدامكم دي، بنعرفها من هذه المعلومه. ايه المعلومه دي يا ريس؟ المعلومه انه اللي هو الرسمه دي، ركزوا ايه المعلومه بقى؟ هو طبعا هنا بيتكلم على الميل، لكن ما تفرقش. المعلومه ان طبعا الميل هيقل، حصل تستيكولار دامج، قل التستوستيرون. معلش اكتب قدامها، حصل اوفيريان دامج فقل الاستروجين والبروجسترون. هتلاقي هنا رد فعل اللي انها سليمه البيتياتري انها هتزيد الهرمون بتاعتها. يبقى اذا البرايمري هايبوغوناديزم عامل زي البرايمري هايبوثايروديزم. تعمل في ايه يعني؟ الهرمونز بتاع البيتياتري هترد عليه تقول له ايه؟ تقول له انا موجود، هتقلي ال اتش عالي، اف اس اتش عالي، لكن التستوستيرون او الناحيه الثانيه في الستات الاستروجين والحاجات دي هيبقى ما فهمش، مش هيبقى هم اللي ناقصين. لما نيجي لمساله بتاعه السكندري اللي هي الرسمه الثانيه، الرسمه الثانيه دي بتقول ايه؟ لا ده التست السليمه، حتى هو الراسم تقريبا واخد باله راسم التست حجمها طبيعي والاوفر هيبقى حجمه طبيعي. خلاص فهنا المشكله بتبقى من اللي ما فيهاش دامج. المساله هنا ان ايه؟ ان ما فيش دامج ولا حاجه. امال ايه المشكله؟ ال ال اتش هو اللي قليل، وال اف اس اتش هو اللي قليل، ودي حاجه يعني يمكن قلناها قبل كده. الهرمونز كلها لما تمشي على بعضها كده ده يبقى دايما يبقى سكند، لكن لو حاجه قليله والثانيه ردت عليها بزياده المجمل بيبقى برايمري. يعني مثلا ايه اللي متلخبط برضه بالنسبه للهايبوثايروديزم؟ هايبوثايروديزم هتلاقي تي اس اتش قليل والفري تي 3 والفري تي 4 كله قليل، ده اسمه سكندري هايبوثايروديزم. البرايمري هايبوثايروديزم الفري تي 3 والفري تي 4 قليل والتي اس اتش رد عليه زايد. فدي طبعا مساله مهمه. يبقى احنا تقريبا هنا نفس الكلام، هنا عايدين نفس الفيلم بس يمكن صوره اوضح شويه.
العيان اللي عنده testicular damage او ناقص عنده التستوستيرون زاد عنده الجي ان ار اتش والال اتش والاف اس اتش، وبالتالي قلنا عليه برايفت. المساله الثانيه، المساله الثانيه هي مساله ان يكون كل الدنيا ماشيه مع بعض، فده هو القريب من السكندري هايبوجينيسيس. طيب تعال نشوف في الاول الدنيا ماشيه ازاي. فلو شفنا كده هنا خلاص هنلاقي انه بيقول لنا الكوز برايمري هايبوجنادز، بس في الميل. ايه ده، هو تفرق الميل من الفيميل؟ فروق بسيطه جدا، يعني الفروق ما بين الميل والفيميل فروق بسيطه جدا، بس خلينا ناخد مثال في الاول للميل ونشوف. فقال ان احنا عندنا كونجنتال ديزيز وعندنا اكواير ديزيز. طبعا يهمنا قوي مساله الاكواير ديزيز، يعني يعني لما السؤال ده هو اللي يفهم احنا اللي هو الاسباب. تعال نشوف. قال والله الميل ان يكون عنده كونجنتال ديزيز، مرض اسمه كلينفلتر او بيسموه كلاين، هو بيتنطق كده كلينفلتر. ده عباره عن ايه الكلينفلتر ده؟ ده عباره عن اكس اكس واي، الراجل عنده كروموزوم اكس زياده، فده عامل له مشاكل وعامل تستيكولار دامج او هايبوجينيسيس لمساله السبرماتوجينيسيس، وبالتالي ده بيخليه انفلتايل، بيخليه انفلتايل. طيب لو يكون عنده، ده الحته دي مهمه قوي قوي للناس بتوع البطن الخاصه اللي معانا، ايه بقى؟ ان يكون عنده مايوتونيا ديستروفيكا. المايوتونيا نوعين، المايوتونيا عندنا نوعين خلاص، مايوتونيا مايوتونيا اتروفيكا خلاص، وبين قوسين بيقولوا عليها ديستروفيكا او ديستروفي زي ما مكتوب كده اهو، وفي مايوتونيا كونجينيتا. مش عارف انتوا عارفين الكلام ده ولا لا، لكن الكلام كان ده كان في العملي، كان في المفهوم عملي. المايوتونيا نوعين، المايوتونيا اللي هي عباره عن ايه؟ ان الراجل يسلم عليك كده خلاص، فيمسك على ايدك جامد ويجي يفك ايده ما يعرفش، اللي هي اللي هي كانوا يقولوا عليها تعريف كده، يقول لك المايوتونيا دي معناها ايه؟ معناها فيلير اوف ريلاكسيشن. المايوتونيا دي معناها كده فيلير اوف ريلاكسيشن، مش عارفين نعمل ريلاكسيشن خلاص. فمن هنا جت الفكره ان انا مش عارف اعمل ريلاكسيشن، وده سندروم مرتبط بان في شانلز بايظه وحاجات زي كده. كويس، الديستروفيكا او المايوتونيا اتروفيكا ليه سموها كده؟ ليه سموها مايوتونيا ديستروفيكا او مايوتونيا اتروفيكا؟ لان هم لقوا فيها ديستروفيك تشينجز. الراجل بيبقى عنده ديستروفيك تشينجز بيبقى مولود سندروم، فيبقى مولود عنده، يبقى هذا الراجل بيبقى مولود عنده اتروفي تستيكولار اتروفي. الفاريكوسيل حاجه ممكن تبقى اكوايرد وحاجه تبقى كونجنتال برضه، لان ممكن يبقى عنده حاجه اسمها ويكنس ان كايند خلاص. اذا ايه الكونجنتال؟ امراض مرتبطه بالكروموزومز، اشهرهم هو الكلاين فلتا او بيسموه كلاين فلتا. في كروموزوم زياده اكس، ده بيبقى بيعمل لخبطه شويه في مساله التستيكولار ديفلوبمنت، او ان يكون عنده سندروم بتاع المايتونيا ديستروفيكا. وده الراجل ده على فكره بيبقى عنده حاجات تانيه كتير بتاع المايتونيا ديستروفيكا ده. حد يعرف حاجه منهم بتوع البطن الخاصه اللي معانا؟ حد يعرف حاجه تانيه غير انه يبقى عنده مايتونيا او حاجه تانيه؟ ولا ما كنتوش وصلتوا في النيورو ده؟ انت كنت داخلين على امتحان. حد يعرف؟
طيب بيبقى في العيان اللي عنده مايدونيا ديستروفي ده بيبقى عنده دايابيتس ويبقى عنده صلع فرونتال بولنس سندروم يعني، لكن من ضمن الحاجات ما بيخلفش. طب ما بتخلفش ليه يا ريس؟ عشان المساله دي زي ما قلت لكم بيبقى عنده ديستروفيك تشينجز من ضمنها اللي بيجي له تستيكولار اتروفي. طب من العبارات المكتوبه كمان زي ما قلت لكم اندستندد تيست او تيستيكلز، بتبقى ساعات في ناس بيبقى عندها اثناء الكلام اللي كنا بناخده في الامبريولوجي زمان اثناء البروجريشن والديفولم بتاع التستيكولار ديفولمنت ده ما بيحصلش، فبتفضل بيسموها الخصيه المعلقه وبتحتاج عمليه وحاجات زي كده، فاحيانا ده يحصل. خلاص طيب نيجي بقى اللي يهمنا بقى برضه، ليه سميناه برايمري مع انه اصل هنا البرايمري مع ان ده امراض مع ان دي امراض بقى سيستميك ديز، بس سميناها برايمري ليه؟ لان فيها نفس الريزلتس بتاعت التحاليل اللي هي يا ريس هاي اف اس اتش هاي ال اتش هاي جي ان ار اتش، عشان كده سميناها برايمري. طيب تعال نشوف، قال والله الهيباتيك سيروز هنفهم ليه الهيباتيك يعمل برايمري هايبوجونيديزم. خلاص الكرونيك رينال فيلير، خلاص ال HIV والايدز ممكن يعمل هو تستيكولار دامج، دي مش محتاجه ذكاء. هو الاوتو اميون دامج ممكن يعمل دامج هو نفسه يعمل تستيكولار دامج. المانز ده اللي بيسموه عامه شعب اللوكيم، مش عارف تعرفوه ولا لا، اللي هو بيورم الايه الغدد بتاعه البروتيد وهايلي انفكشوس ومرار طفح كده. خلاص مشكلته بيعمل اوركايتس، يعني ايه اوركايتس؟ بيعمل انفلاميشن برضه، بيعمل تستيكولار انفلاميشن، ولو حصل تستيكولار انفلاميشن بيعمل تستيكولار اتروفي. خلاص التعرض للاشعاع التستيكولار تورشن وتروما في اللعب الرياضه وفي الكوره ومش عارف ايه الحاجات لكن هو الجزئيه المهمه جدا جدا هي مساله الهيباتيك والرينال والسيستميك ديز دي، يا ترى فكرتها ايه؟ ايه فكرتها في العموم؟ قالوا فكرتها حاجه اسمها سيكشوال هرمونز بايند جلوبولين. الفكره الرئيسيه بتاعت الكرونيك ديزيز دي ان البايند جلوبولين بتاع السكشوال هرمون مش موجود، وبالتالي السكشوال هرمونز اللي هي التستستيرون هنا هيبقى موجود في الشارع ماشي مالوش بايند جلوبولين. قالوا طب ايه المشكله يعني؟ قالوا بيتكسر، لازم في حاجه تشيله فبيتكسر بسهوله. طب والليفر ما بيصنعش الجلوبولين والكلى بتطلع الجلوبولين، فعشان كده دي مساله مهمه ويرتبط بيها كتير من الدراجز، من ضمنهم اللي بياخد كورتيزون. العيال بياخد كورتيزون ده يخوف، ممكن يجي له برده هايبوجونيديزم. بعض ليه الادويه دي بتعمل ايه؟ برده بتشيل التستوستيرون من البايند جلوبولين. تاني البرايمري هايبوجونيديزم معناه بشكل واضح وسليم اللي عايز يعرف خلاص انه اللي حاصل في الحاله بتاعتنا دي ان الهايبوثالاموس والبيتيتري سليمه 100%. الهايبوثالاموس والبيتيتري بتاعتنا مالها سليمه 100%. الدليل على ذلك ايه؟ هاي اف اس اتش هاي ال اتش، عرفنا ان الدنيا سليمه. وطبعا ده مش حلو لانه معناه انه لو كان المشكله في الاف كنا ممكن ندي الاف اس اتش، لكن لو دلوقتي حصل ان العيان عنده تستيكولار دامج او في المثال لما نيجي نتكلم على الفيميلز عندها اوفيريان دامج ملوش حل. خلاص طيب التقسيمه ماشيه ازاي؟ ميل وفيميل، لان في حاجات بتيجي في الميل بشكل واضح زي الكلينفيلتر زي الاندستندد تيستيكلز زي الفاريكوسيل زي المايتونيا ديستروفيكا او ديستروفي. خلاص طيب والاكوايرد، في عندنا حاجات زي اي حاجه في الدنيا زي انه جاله اوتو اميون ديز جاي انفكشن راديشن تروما، حاجات كلها بتتقال كده في اي مرض في العيله تيومر المشكله كل الكلام ده. لكن الحته اللي هي مهمه هي سيستميك ديز ودورها بيقل، الدور اللي بتلعبه سيستميك ديز سواء بنتكلم على الهيباتيك ديزيز الرينال ديزيز بعض الدراجز ده هيفرق معايا. لما نيجي للسكند
لما نيجي للسكن. فهنلاقي السكندري يعني ايه؟ يعني في مشكله. خليك بقى فاهم يعني ايه سكندري دلوقتي. السكندري يعني في مشكله موجوده في الهايبوثالامس يا اما موجوده في البتاع. وبرضه هنقسمهم بطريقتين كونجنتال واكوايرد. فنلاقي الكونجنتال لسه امبارح كنا بنشرح السندرومز دي، كالمان سندروم قلنا ده برضو عنده مشكله في الجي ان ريشيو، قلنا الكي دي بكرك ان عنده مشاكل في الكلى والان مش عارف نص. هو يعني مميز كالمان ده ان هو عنده مشكله في الاولفاكتوري بالب او مساله الشم. البرادر ويلي سندروم، اللورنس مومبيدي الممكن، واخدين بالكم الامراض اللي قلناها امبارح دي، دي ممكن تبقى موجوده. طيب او ان يكون عنده بان هايبوبيتريز بكل اسبابه بقى اللي احنا كنا اتكلمنا فيها من اول، شهان لسيمون دي مش عارف ايه، شهان ده بيعمل هايبوجلايديز خلاص. لكن طبعا هنا ده راجل فعشان كده ما فسرناش، احنا قلنا بان هايبوبيتريزم وخلاص. طيب فيش حاجه تعمل، في حاجات تانية ممكن تعمل سكندري هايبو، سكندري هايبوجلايديز؟ قالوا اه الهايبر بولاكتين دي بنعتبرها سكندري، لان البولاكتين لما بيطلع بيبقى تاثيره العام على الجي ان ار اتش وعلى الاف اس اتش، وان كان ليه تاثير ساعات على التستيكولر ريسبتورز وايفن ريسبتورز. لكن هم لو عندك لو هنقسمها 90 و10% يطلع 90% وبيأثر على البرولاكتين، يعني 90% وبيأثر على الهايبوثالامس، 90% وبيأثر على البيتيتر. خلاص السكر، تخيل ان السكر بيعمل سكن رايبو بناديز. واحد من ضمن افكار بيعملها دايبيتس ازاي بقى؟ قالوا ان هو بيعمل ذا تايب 2 الانسولين بيبقى عالي، فبيعمل سبريشن على الهرمونز اللي طالعه من البيتيتري والهايبوثالامس. بص بقى المفاجاه، الاوبيسيتي السمنه من الحاجات برضو اللي بيبقى فيها افكار هنجيلها بتعمل كده. خلاص معايا؟ طبعا هنا بيقول لنا ايه الحالات اللي يبقى فيها التريشن للاس اتش بي جي، ده اللي هو السكشوال هرمونز بايندينج جلوبلين. الاوبيزيتي بتعمل ايه بقى؟ ايه التاثير العام بتاع الاوبيزيتي؟ اهمهم الحكايه مساله الانسولين ريزيستنت، لكن الافكار دي نجيلها بعدين. نجمع بقى، يبقى اذا اللي احنا قلناه بشكل واضح، عندنا برايمري وعندنا سكند. البرايمري هاي اف اس اتش وال اتش، وده متقسم لكونجنتال واكوايرد. ده لسه ده احنا في الراجل. الكونجنتال الكلين فلتا، والاكوايرد الانفكشن والتروما والسيرجري والمش عارف حاجات كتيره من والتيومر وكل الحاجات التستيكولار. وطبعا ممكن تنفع تقول في الفيميل نفس الكلام. طيب وبالنسبه للسكندري عندهم لو اف اس اتش وال اتش، الهايبوثالامس السندرومز، السندروم زي كالمان، سندروم زي البرادر ويلي ده. خلاص في اكوايرد هايبوثالاميك ديزيز زي الهيستوسيس اكس، زي السالكوزوس، زي حاجه من دي. البيتيتري كل اسباب البان هايبوتريز طبعا، ما عدا لو احنا بنتكلم في الراجل ما تجيبش سي اتش ما يصحش. خلاص الحالات بقى اللي بنعتبرها اللي برضه بيعتبروها تبع البرايمري اللي هي اللو سيكشوال هرمونز بايند جلوبالين، النفروتك سندروم والليفر سوز والهرمونز. هم ليه بيعتبروها تبع البرايمري؟ لان برضه بيبقى بالنسبه لي مفيش تستوستيرون، فالاف اس اتش عالي والال اتش عالي. ماشي. الاوبيستي طبعا الاوبيستي من الحاجات اللي ليها تاثير جدا، تاثير كبير جدا على الهايبوجلايزم. هنشوف النهارده تاثيرها بيبقى شكله ازاي. تعالى نشوف مثال الاولي. طبعا انا الاعراض انا قلتها في الاول وهنجيلها بعد شويه، لكن نشوف امثله جدا زي مين الكريم فلتر ماله؟ قالوا والله ده سندروم في جينيتك ديس اوردرز، راجل زي ما مكتوب زي ما مرسوم على التيشيرت بتاعه اسمه اكس اكس واي. الساينز اللي بتبقى فيه الناس اللي عندهم هايبوجلايزم بقى احيانا بيلاقوهم طوال شويه، على اعتبار ان التستيرون حاجه من اللي بتساعد على الكلوجر بتاع الابيفيسس، فبيبقى الماسل بادي الماسل ضعيفه، براودر هيبس مدي على
شويه فيمينين، في فيمينين الراجل بقى يدي فيمينين ديستريبيوشن، التستوستيرون مش موجود، اللي بيدي ماسكلاين او الميل الشيبنج ده بتاع الراجل، فهو بيبقى عنده مانيفيستيشن فيمينين شويه، زي المص زي المصل فاضي قليل، المصل ماسي يعني، الهيبس برود، لارج بريس اللي بنقول عليها جايكم ماستيا، العظم ضعيف. الراجل في العموم اللور الراجل ده بيبقى عنده لور انرجي ليفلز، عنده اكس زياده، مدياله بعض الطباع الفيمينين خلاص، مع طبعا الهايبوجلايزم والديبولي بتاع التستيكولار ديفلوبمنت. وده الصوره العامه، انا بصراحه عامل لكم عاملين بعد شويه تجميع انضف من كده، لكن لما نقراها عشان لما قال لك هو احنا ممكن نكتشفه قبل البيبر بتاعته، يعني ممكن يبقى سمول تيستس، بينس، سكاندي بيوبيك هير، ايدي طويله قوي عشان الديليد فيزيكال كلوزر، المصل ماسكليتشر ضعيفه، عنده جاريكوماستيا، هاي بيتشد فويس يعني قريب من صوت الستات شويه، بعد كده يبان ان هو السيكشوال ديزاير قليله، السبنتينيوس او اللي بيسموه مورنينج اريكشنز قليل، ال بادي هير في زي ما قلنا الجمله اللي بيستخدموها ساعات كلمه ريديوسد فريكوانسي اوف شيفنج، انفرتايل، الماسل بالك، عنده هوت فلاشز، ممكن يتكسر بسهوله لانه برضو بيبقى التستوستيرون مسؤول عن المينراليزيشن بتاع البون، البريست انلارجمنت والتندرز ده اللي احنا قايلينه من شويه لانه موجود في الناحيه دي. برضو حد كاتب بقى حاجات تانية قلت نجيبها بالمره، هي نفس الكلام، لكن لما جينا نحطها في كلمه حلوه قالوا نسميها دوف جاد هوم، اللي هو ايه بقى؟ جاينيكوماستيا، اتروفي او سمول او تستيكولار سايز يعني متاثر، ديليد بيوبرتي، الهير قصده البيوبيك هير السوجن بتاعه في مشكله قليل جدا، وبالتالي هو دي معنى كلمه انفريكوينت شيفنج، يجي لهم استيوبروزس عشان الهرمون التستوستيرون مسؤول عن المينراليزيشن، المصل بيبقى ضعيفه جدا، في ديفكت في الاريكشن. احنا ممكن برضو نقول اشياء عامه لو عايزين طريقه غير الحروف والجو ده، اشياء عامه اللي اتفقنا عليها ان هو في انفرتايل مع السكند سيكشوال كاركتر، معنى الراجل هنا احنا بنتكلم هنا على الراجل، فبالتالي هيبقى انفرتايل وسكند سيكشوال كاركتر بتاعته في هنا الدنيا مديه على البريست ديفلوبمنت اللي هو جاينيكوماستيا اسف، والهير البيوبيك هير. الخاص بالراجل بشكل كبير هو مساله الاريكشن والتستيكولار ديفلوبمنت. وهنا بيتكلم ان التستوستيرون هو المسؤول بشكل كبير جدا على شكل الراجل، على انه حتى مسؤول على الهيلثي شيب، على الكونفيدنس، على المسل ماس، على السترونج بونز، على الانرجي والحاجات زي كده. والناحيه الثانيه يقول لنا العكس، بدا يبقى فيه شكل من اشكال الانكريز فات تيشو اكستروجن في الابدومينال فات، الانكريز الريسك بتاع الاوستيوبروز انه بيتكسر وحاجات زي كده. خلاص يبقى اذا دي المساله بشكل واضح. التجميعه عشان يعني احنا قلنا كلام كتير، هي السلايد دي اللي فيها الزبدو بتاع الموضوع اهي، خلاص مفيش حاجه غير الكلام، فلتر دي جديده وتفرق بين البرايمري والسكندري، والجزئيه برضو الثانيه اللي فيها الكلام هي دي، وقلناها في المقدمه ان انت تقول في اشياء عامه بين الراجل والست مساله الانفيرتيليتي والسكندري سيكشوال كاركتر، والاشياء الخاصه اللي تخص الراجل اللي هي مساله زي ما قلنا هي الريكشن والسيكولار ديفلوبمنت. خلاص، لكن في العموم كلام لطيف. ولو فكرنا في العلاج يمكن شويه، هو زي ما قلت لكم بيدوا بتوع يعني مش بيتعاملوا، مش بتوع الاندوكراين هم اكتر ناس بيتعاملوا مع دول، لا بيبقى اكتر ناس بيتعاملوا مع الحكايه دي هم بتوع الاندرولوجي يعني. طيب
لما نيجي هنا للهايبوجنيزم في الفيميل برضه نفس المعنى. يعني لو بنتكلم في مساله، خلي بالكم لو بنتكلم في مساله برايمري وسكندري هو نفس المعنى. البرايمري يعني اوفيريان ديزيزز، مالناش دعوه برايمري اوفيريان ديزيز دي ايه بقى، الاوفيريان مش موجوده، الاوفيريان اتدمرت، الاوفيريان جالها فايرال انفكشن، الاوفيريان اتشالت، جالها اوتو اميون ديزيز، اي حاجه. خلاص السكندري معناه ان احنا بنتكلم في مساله في الهايبوثالامس او في البيتيوتري. فبالتالي في حاجات شبه بعضها، بمعنى انه البرايمري طبعا هنا مفيش الكليم فلتر. الكليم فلتر ده مرض رجالي. هنا في تيرنر سندروم، في هنا تيرنر سندروم، ده حاجة خاصة بالإكس زيرو ساعات، يبقى مش عارف تلات إكسات، حاجات فيها تفاصيل كتيرة. لكن التيرنر أظن في الأطفال. خلاص طيب، أول اتعرضت يعني في الـ كان لا قدر الله عندها لمفوما مثلا وعملوها راديو ثيرابي، فحصل راديشن، عملت راديو ثيرابي لمنطقة البلفج لأي سبب من الأسباب، فتأثرت في المسألة دي. تأثرت في المسألة دي مين؟ الأوفريز، فجالها فيبروسس، فبالتالي الدنيا تأثرت من المنطلق ده. يبقى ممكن ده يكون المعنى. طيب كيموثيرابي نفس الكلام، اوتو اميون ديستراكشن، اوتو اميون ديستراكشن ممكن. طيب عايزين نكتب حاجه معلش، تايب 1 دايابيتس خلاص، تايب 1 دايابيتس يجوا معايا، بيبقى عنده حاجة، أو الستات اللي هم عندهم، البنات اللي عندهم دايابيتس تايب 1 بيجي لهم حاجة مش عارف أنا باين قلتها لكم، اسمها بريماتيور أوفيريان فيلير. ده شكل من أشكال الهايبوجوناديزم، يعني ممكن على سن 30 سنة كده يبتدي يجي لها منيبوز. ليه؟ اشمعنى تايب 1؟ مين يرد عليا يقول لي اشمعنى تايب 1؟ أيوه النيام انطقوا بدل ما اعمل انميوت واسمعوا كلكم. اللي قاعد ياكل يا جماعه اصحى، انزلوا بالدرس الحضانه، عارفين انتوا اللي هو الدرس في الحضانه كده، اصحى يا رب يكون بيعدي بابا ماما يسمع وانا بقول لك اصحى يصحيك. نعمل انميوت، نعمل صباح الفل. صباح الفل. انتوا يا جماعه قاعدين تضحكوا، يعني قاعدين تضحكوا وانا بتنال اشرح، وما ينفع عيب والله. قاعد ياكل، اتفرج على التلفزيون، خربت كده. استغفر الله العظيم، اللهم اني صائم. يقول لك ادي عماد اصحى. التايب 1 دايابيتس بيبقى عندهم برايمري هايبوكوناديزم، في ناس بتفضل ان الناس اللي عندها دايابيتس تايب 1 يتجوزوا بدري. يعني يتجوزوا كده 17 سنه 18 سنه، لان الافيلاتري سايكل او السايكل بتاع الافيليشن بتاعتها قليله جدا. يعني الستات عموما بيبقى عندهم برضو مساله الافيليشن مربوطه بسن. خلاص فهي الفكره في الاخر هنا ايه؟ الفكره هنا اللي بيجي لهم مش كلهم بس بيجي الناس كتير حاجه اسمها ايرلي مينيبوز. بيجي الناس كتير حاجه اسمها ايه؟ الايلي بيريبوز. الايلي بيريبوز ده احنا بنعتبره تبع ايه؟ الايلي بيريبوز ده بنعتبره تبع ايه؟ بنعتبره تبع البرايمري. يبقى نكتب قدام الاوتو ايميون ديستراكشن، نكتب لنا كده قدام الاوتو ايميون ديستراكشن خلاص.
تايب 1 دايابيتس، تايب 1 دايابيتس بيبقى فيها بريماتيور اوفيريان فيلر برضه، ده برايمري ديفيسيت عالي ولا اتش عالي. السكندري نفس الكلام اللي كنا بنقوله هناك، بس هنحط انوريكزا نيرفوزا. دي مش دي مش حاجه مش ملهاش في الرجاله، محدش من الرجاله بيبقى عايز يخس او فارق معاه الكلام ده، وبالعكس الراجل اللي بيلعب رياضه كتير بيطلع عنده تستوستيرون، فبالتالي بالعكس مفيش مشكله يلعب رياضه معايا، لكن مش عايز يخس وعايز ماسل ماس، وعشان يبقى عندك ماسل ماس لازم تلعب رياضه. الست مش كده، فبالتالي الست اللي بيبقى شيبنج الموضوع الشكل وبيبقى همامها جدا وتبتدي تخس بطريقه غريبه زي الامريكزي او البريميا، هم حطوها هنا ملهاش في الراجل. الراجل لو الموضوع الشكل ده يفرق معاه بالعكس، هرمون التستوستيرون هيقل عنده، لانه لقوا ان الليفل بتاع التستوستيرون بيزيد معاه المصري. فخلي بالك هنا بقى ايه، لو جت الست ولعبت رياضه عنيفه يجي لها منوريه خلاص، لما يبقى فيه استرس برضو لان ساعتها هيطلع عندها تستيرون، وده بيقلل او بيعمل انهيبيشن للاف اس اتش والالتش عندها اللي هيفيدها في الاديوليشن. عشان كده في الستات عنوان كده مش موجود في الرجاله، خلي بالكم اللي هو ايه العنوان، اللي هو العنوان ايه، فانكشنال هايبوثالاميك امينوريه. ده مهم جدا، مش موجود تقريبا غير هنا، او قصدي مش موجود غير في الستات. فساعتها زي ما قلت لكم هيزيد عندها الليفل بتاع التستوستيرون، وده هيعمل انهيبيشن على اف اس اتش والال اتش، وبالتالي هيديفكت الاوفيوليشن، وهتبقى دي المشكله. الهايبوثالاميك والبيتيتري ديزيز ده العادي بقى، البان هايبوثالاميك والاوبيسيتي ثابت في الراجل والست، يبقى خلي بالكم بس ان العبارات احنا وهو ما اختلفناش، مش زي ما احنا اوريكم بس السلايد بتاع الراجل كده اهي، ايه اللي كان فيها جديد او ايه المختلف، اللي هو كلان فلتر اللي فيها هنحط هنا مش مكتوبه الحقيقه الاندستندد تيست، مش حاجه اسمها كده في الستات، الميتونيا ديستروفيكا برضه كمان في الراجل، لكن الكلام شبه بعض. خلاص لما نيجي هنا بقى نفس الكلام، بس حطينا تيرنر وهنحط في الهايبوثالاميك اللي هو ايه، هنحط في الهايبوثالاميك اللي هو الفانكشنال هايبوثالاميك ديزيز اللي هو الانريكزا نيرفوز. سبب ايه يا ريس؟ ايوه في ايوه اوتو ايميون بيدستروي الاوتو، طب بيجي لها بريماتيور اوفيريان فيلير عشان الاوتو ايميون ديزيز. ايوه ما جاوبتش انا السؤال ده، عشان هي اوتو اميون ديزيز، عشان هو تايب 1 اوتو اميون ديزيز، فهيبقى بارت من البولي جلاندر ديزيز، يعني هيبقى بارت من مساله ان زي ما بيجي لها كده، زي ما كنا بنقول ان عنده دايابيتس تايب 1 تلاقي بعد شويه جاله اديسون، بعدين جاله مش عارف ايه، فمن ضمن الحاجات اللي بتحصل مساله الاوفر. تمام. طيب هنا نفس الكلام اهو، بس معلش عدل او ضيف اسف، هتحط عند الهايبوثالاميك هرمون الانريكزا نيرفوزا البولينيا نيرفوزا الفانكشنال هايبوثالاميك، الفانكشنال هايبوثالاميك ديز، لكن نفس الكلام الاوبيزيتي بتبقى نفس التاثير، هنشوف دلوقتي الاوبيزيتي بتعمل ايه. نرجع هنا، احنا كده متفقين ان الاوبيزيتي بتعمل هايبوجوناديزم في الراجل والست. تعالى نشوف، تعالى نشوف الفكره. يعني اول فكره في الاوبيزيتي واضحه اللي في النص دول، لان طبعا هنا يمكن احنا جايبين العباره او الاوبيزيتي مع الراجل اكتر، لكن انا هنقول كل الافكار. بس اول فكره موجوده في الاثنين في الراجل والست، مساله ان الاوبيز بيبقى عنده سليب ابني ما بينامش كويس خلاص، وبيبقى عنده انسولين ريزيستنت، يعني الانسولين عالي، هو يقصد كده. طب والانسولين هرمون العالي ده اللي ما بيجيبش نتيجه، اللي ما بيدخلش الجلوكوز جوه الخليه، بيعمل ايه؟ يفضل يلف في الدم، يلف في الدم ويعمل سبريشن على بعض الهرمونز. من ضمن الحاجات اللي بيعملها سبريشن ايه؟ الهايبوثالاموس فوق خالص. الهايبوثالاموس فوق خالص. ويؤدي الى بعد كده الهايبوثالاموس يعمل سبريشن، يعمل هايبوجناديزم. هايبوثالاميك هايبوجناديزم، يعني طب ايه الحته اللي في الهايبوثالاموس بيعملها سبريشن؟ الجي ان ار اتش.
مسألة ان انا عندي تقطع في النوم او بنامش زي الناس برضو بتأثر على الهايبوثلاميك هايبوغوناديز. طيب الراجل بقى يعني يعني احنا في الاثنين خلي بالكم بقى الاوبيزيتي احنا بنعتبرها سكندري، ركزوا معايا بنقول بنعتبرها سكندري هايبوغوناديزم في الراجل وفي الست. في الراجل بتضيف حاجه زياده ايه بقى؟ الكارديوفاسكولار ريسك فاكتورز بتاعت الاوبيسيتي دي بتقلل او بتضعف الاريكشن، فعشان كده بيجي له اريكتايل ديسفانكشن. معايا؟ والسليب ابني بيبقى لها نفس التاثير. تاني يعني انا لما اجي خلينا نسيب بس دي واقول لك مثال الاوبيسيتي احنا حاطينها ليه هنا السلايد دي معايا، ردوا عليا كده دي راجل ولا ست؟ السلايد دي دي راجل ولا ست؟ يعني ده الهايبو لازم في الراجل ولا في الست؟ اصحوا عباد الله، ارجو ارجو الساده الحضور الفوائل واستعاب احنا بنحكي فيه، وتكونوا معانا كده ان شاء الله واحنا كلنا طالعين رحله واحده. دي راجل ولا ست؟ السلايد دي تبع الهايبوغوناديزم في الراجل ولا الهايبوغوناديزم في الستات؟ في الراجل. ليه؟ عشان الكلاين فلتر. كويس، هو ده اللي فرق يعني. كنا بس ممكن نعمل ايه؟ ممكن نيجي هنا كده ونروح حاطين مثلا، هتبان قوي لو حطينا هنا ايه مثلا استيكولار اتروجاس او تيومر او مش عارف اندستند تيست او مش عارف الدنيا توضح هنا استيكولار ديزيز يعني، لكن هو قصده انفكشن هنا استيكولار انفكشن وتروما استيكولار سيرجري استيكولار قصده كده. لكن الباقي الهايبوثلاميك السندرومز اه تنطبق السندرومز اللي هي كالمان البرادر ويلي ده ماشي زي الراجل زي الست مش تفرق. الاكوارد الهايبوثلاماس او ساركيولوز هاستاتوريكس حاجه زي كده اسباب الهايبوغوناديز في الثانوي في الفام هايبوثلاميز ما تقولناش من شهين بس الاوبيسيتي موجوده اهي. بيعمل ايه الاوبيسيتي بقى في الراجل هنا؟ بص الاوبيسيتي في المطلق بتعمل حاجتين في الراجل بيضاف لهم حاجه ثالثه. ايه الحاجتين في المطلق؟ التخين بيبقى عنده سليب ابني حتى لو ما اشتكاش بس بيجي له شويه هايبوكسيا كده وما يحسش. مالهم دول الهايبوكسيا دي؟ قالوا بتعمل ديفكت ليه؟ مساله الهايبو ريليز بتاع الهايبوثلاميك هرمون سبيشال اللي حساس قوي مساله الاكسجين دي الجي ان ار اتش اللي هو جنايوتروفين ريليزنج هرمون. قالوا والله كويس قوي. طيب وايه كمان في الاوبيسيتي بتعمل ايه الاوبيسيتي تاني؟ بتعمل ايه تاني بالنسبه للهرمونز؟ ايه سكه انها تاثر على الهرمونز؟ مين فاكر؟ ان جنرال مش الراجل. ايوه برافو عليك الانسولين صح، والانسولين بيبقى فيهم عالي يعني في مساله في ستيج كده في الدايبيتس او في التخان ما عندهمش سكر حاجه بس الانسولين بيبقى هو ايه العالي ده مش بيخلي السكر يبان فعندهم حاجه اسمها انسولين ريزيستنس. يروح الانسولين يعمل ايه؟ يروح يلف لفته ويعمل سبريشن على الهايبوثلاميك هرمون. الحاجات دي بقى في الراجل وفي الست في الاثنين. ايه الحته اللي اتحط في الراجل؟ الكاردياك فانكشن. ان الاوبيز اللي عنده الكاردياك فانكشن فيها ديفكت فده بيأثر على بشكل يعني في تفاصيل كتيره على الليفل بتاع التستيرون والاريكتايل ديسفانكشن. طيب لو خدنا السلايد دي فكده خلصنا اهو الراجل اهو. خدنا السلايد دي وهنا اكثر وضوحا انها بتتكلم على الستات اللي مكتوبه كلمه ويمن خلاص فوق فيها كلمه اوبيستي موجوده من تحت. هنحط مساله الانسولين العالي بيعمل سبريشن للهايبوثلاميك هايبوثلاميك هرمونز ونحط مساله الاوبستراكتيف سليب اب. ايه اللي فارق؟ ايه اللي في الصوره دي او في السلايد دي مميز جدا 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 زي ما قلت لكم؟ هي مساله الفانكشنال هايبوثلاميك اميدوري او هي السلايد دي بس اللي خلانا لو بصيت كده على تيرنر لو بصيت على تيرنر بتعرف انا بتكلم على الست. لكن برضو ممكن نحط عباره عشان برضو لو حصلت ضفوه ولا حاجه نحطها هنا كده اهو عباره كده مش موجوده غير في الستات.
طبعا الهايبوثالامس اسمها ايه بقى؟ فانكشنال هايبوثالامس ثانيك هرمون. طب هو مين بقى اللي عندهم فانكشنال هايبوثالامك هرمون؟ يعني مين هم بقى اللي عندهم فانكشنال هايبوثالامك هرمون؟ الانوركس نيرفوزوس والبوليميا واللي بيلعب رياضه عنيفه ملاكمه ومش عارف ايه وحاجات زي كده. الحاجات دي بتبقى فيها ليها اثر. واخد بالك كنا بتعلي التستوستيرون، فلما تعلي التستوستيرون طبعا هيبقى شويه في سبريشن على الاف اس اتش والال اتش اللي عندها اللي هو بيقوم بالدور ده يعمل ابيليشن اللي بيطلع الاستروجين، مستوى الاستروجين يقل فتبقى عندها هايبوثايرويديزم. لكن مساله النيفروتيك سندروم والليفر سيروز والهرمونز بتاخد يعني او سي بي اس ولا بتاخد قصدي بتاخد كورتيكوستيرويد ولا حاجه، لقوا ان ده بيبقى ليه اثر بشكل كبير على. طيب لما نيجي نشخص خلاص كده دي الاسباب، حد عنده اي سؤال في الاسباب؟ طبعا ممكن يجي في الاخر ويقول لك كل الاسباب كوز اوف هايبوثايرويديزم. خلي بالكوا هي في المجمل شبه بعض، برايمري وسكندري، برايمري تستيكولار ديزيز وفي الستات هتبقى اوفيريان ديزيز، انفكشن انفلاميشن تيومرز. بس اجي عند راجل اقول مساله ال 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 كلاين فيلتا اوف ست اقول التيرنال سندروم، لكن هم كلهم شبه بعض. الراجل ازود عنده مساله اللي بيبقى عنده اندستيد تيست او فاريكوسيل او المايتونيا ديستروفيك ستة حب تيرنر سندروم، لكن هي برضه بيجي لهم فيكشن، بيجي لهم اوتوميديز، وبيجي لهم روما، بيجي لهم كل ده بيحصل. طيب لما نيجي للسكندري هايبوثالامس هايبوثالاميك ديزيز ولا بيتيتري ديزيز؟ خلاص فقلنا الهايبوثالاميك ديزيز السندرومز العاديه كالمان البرادر ويلي الحاجات دي موجوده في الاثنين، لكن الست بيبقى مشكلتها الرئيسيه فين؟ الفكره الرئيسيه اللي موجوده هنا ايه؟ الفانكشنال هايبوثالاميك ديزيز. طب والبيتيتري بان هايبرتريزم العادي اللي بيحصل عند اي حد سواء في الراجل او في الست مش هيفرق. ايه المشترك برضو بين الراجل والست؟ كلهم عندهم مشكله في السكشوال هرمون بايند جلوبلين لما بتقل ده بيأثر بشكل كبير على الموضوع في الليفر ديزيز وفي الرينال ديزيز والحاجات دي والاوبيستي. طب الاوبيستي دي تبع ايه؟ قال لا دي الاوبيس دي بتعمل سبريشن للهايبوثالامس من فوق على طول فعشان كده اعتبرناها ساكت. طب والسكشوال هرمون ده ديفلوبمنت تبع ايه؟ تبع البرايمري. ليه تبع البرايمري؟ لانه ساعتهم لما بتتكسر التستوستيرون لما بيتكسر انه مش لاقي بايند جلوبلين او الاستروجين لما بيتكسر بيبعت يعمل زياده في الاف اس اتش والال اتش. طالما الاف اس اتش والال اتش عالي خلاص يبقى احنا بنعتبره تبع البرايمري. معايا يا ريس؟ خلاص فهمت الجزئيه دي؟ من رديت من تلك بتاعت السكشوال هرمون بايند جلوبلين دي طالما زاد الاف اس اتش والال اتش فيهم معايا رئيس يبقى بنعتبرها ايه؟ بنعتبرها ايه طالما زاد الاف اس اتش؟ مين اللي عنده زياده في الاف اس اتش والال اتش؟ بيراميد. طيب بالنسبه للعلاج طبعا في مفيش التفاصيل مش كتيره، لكن الهايبوكوناديزم هايبوكوناديزم ده هنديله بقى الحاجات اللي هي بتريليز ده، وده ليه امثله كتيره جدا مش عايزين ندخل في تفصيلها، لكن الجي ام ار اتش هو الرئيسي طبعا لو كانت المشكله هايبوثالامس، او ممكن تدي الاف اس اتش والال اتش اسامي الكلوموفين سيتريت التاموكسافين الحاجات زي كده ما فيش داعي تحفظها، لكن يعني احفظ الفكره ببساطه عشان ما تبقاش الدنيا صعبه. انه المشكله لو كانت بتتري او هايبوثالامس بس لو كانت بتتري هايبوثالامس المشكله مش صعبه، لان ستيل عندك تستيكولار ريسبتور كويسه، الاوفريان ريسبتور كويسه، فحضرتك ادي الهرمونز. حتى ان انت في الراجل ممكن تدي تستيرون على طول واخد بالك، وممكن تدي تجرب الاثنين وتدي جي ان ار اتش او الاف اس اتش. مش مهم المكتوب ده عشان ما يبقاش لان ده شويه اندرولوجي. طيب لو كان هايبر جونادوتروفيك هايبوجوناديز يعني ده برايمري ادي بس العباره بتاعت يعني الاولاني ده السكند اللي هو الهايبوجونادوتروفيك هايبوجوناديز كله ماشي مع بعض. البرايمري هايبر جونادوتروفيك هايبوجوناديز ده السكند، فقالوا لا ده الامل في الاي
شفت كلمه اي في اف مكتوبه اهو، وبقى بره بيعملوا حركه عشوائيه الدونر ستارن، لان هو لان انت عندك ايه كلام على الراجل، خلي بالك انت عندك تستيكولار دامج، الا لو كان في بارشال دامج. في بارشال دامج بيعملوا ايه يا ولد؟ بياخدوا تستيكولار بايوبسي وياخدوا الاوفا من الست، ويبقى وده حلال والدنيا حلوه وصح كده. لكن بيعملوا بره الاجانب بيعملوا ايه؟ سبيرم دونر. مش فاهم ايه معناه معايا؟ دي الفكره الرئيسيه. يعني الهايبر جونادروفيك هايبوجوناديزم ده الحقيقه اكتب قدامه كده الامل، زي ما بيقولوا كده في الافلام العربي، ما هوش قوي، الامل ضعيف الحقيقه، لان يعني في تستيكولار دامج خلاص. فلو كان في حته من التستيكولار ريسبتورز او السبرماتوجينيز الشغال هياخدوا، هو العدد ده قليل، عدد السبرماتوجينيز قليل، بياخدوا تستيكولار بايوبسي وياخدوا السبر وياخدوا من مراته الاوفا ويعملوا بقى ايه زيجوت ويخلف وحلال والازهر اقرها والكيزه اقرتها وكل الدنيا وقفت عليه. لكن اللي حرام طبعا هو مساله الايه؟ الدونر سبر. لكن برضو ما بيسكتوش، بيحاولوا يعني بيحاولوا يعملوا ايه؟ بيحاولوا اذا يدوا هرمون يحركوا اللي يدوا مثلا الاندروجين، يدوا التستوستيرون على طول، يحاولوا يشغلوا اللي باقي من التستوستيرون. لكن لو كان في تستيكولار دامج كامل ليس هناك امل. في بارشيال في امل في الاي في اف، اللي هو الاطفال النبي بيعملوها ازاي؟ بصوا بيعملوها ازاي؟ بياخدوا تستيكولار بايوبسي والازهر اقرها والكنيسه قالت انه ده ما فيش مشكله، وبعدين ياخدوا سبر يطلعوا السبر، لان هو بيبقى عنده امبوتنس وعنده ديفكت في الاريكشن وعنده مشاكل كتيره، فبيطلعوا السبر من التستيكولار سبر وبياخدوا من الست الاوفا يعملوا زايجت والدنيا تمشي وما فيش مشكله. لكن الفكره بتاعت السبرم دونر طبعا دي كلمه موجوده في الكتب الاجنبيه، لان احنا ده حرام. طيب سمبل، انا جمعت لكم الكلام، لو هو برايمري ممكن ندي اندروجين ويكتب قدامها ايه؟ ويكتب قدامها والاي في اف، اندروجين ده ممكن يشغل يعني. لو هو سكندري هتدينا الاف اس اتش، لو كان السبب ان انا جيت هايبر برولاكتينيا يبقى هندي بروموكريت. زي ما قلنا ده سهل جدا على فكره، لما بيكون حاجه مرتبطه بالبيتيتري والهايبوثالامس وحاجات عشان كده استلم انه في تستيكولار ريسبتور الكلام اللي احنا بنقوله. لكن المشكله لما يكون في دامج للاوفريز، دامج للتستيكولار دامج، كل ده مش حلو. معايا الستات؟ معلش لان ما كتبناش، معلش اكتبوها. بيبقى نفس الكلام، البرايمري بيعملوا حاجه اسمها اندكشن اوف ايفوليشن، يعني يفضلوا يحاولوا يشغلوا الاوفري على قد ما يقدر. لو كان في اوفا برضو ممكن ياخدوها ويعملوا مساله الاي في اف، الدنيا بايظه خالص يبقى مفيش هوب. غير الفكره بتاعت ايه برضو تاجير مساله اللي هو الاوفر دون الاوفا دونر ياخدوا الاوفا، او مساله اللي هو الاوفا الاوفري ترانسبلانتيشن، كل ده كلام اهبل يعني، كل ده يعتبر غلط لان الاوفري باظ خالص. السكندري نفس طريقه العلاج، هتدي لنا اف اس اتش، هتدي لو كان هايبر بلاكيميا هتدي بروموكريبتين، فهي نفس الفكره تقريبا لان ما كتبتهاش الحته خلاص. في اي سؤال في الهايبوجوناديزم؟ يا اخواني هل في اي سؤال في الهايبوجوناديزم؟ حاسس بيك وحاسس انتوا بتعملوا دلوقتي. في اي سؤال؟ حد يسال؟ حد ينطق؟ طيب تمام، طب كويس جدا، كويس كويس حلو شكرا. هنتكلم دلوقتي على الهرشيتيزم وعلى الاوبيسيتي. تاخدوا ريست تاخدوا ريست شوية، لا حول ولا قوة إلا بالله. غرس
فاهمين يعني، ولا هو خلاص يعني نكمل نكمل وانتوا فاهمين يعني حاجة برضه زي كل مرة؟ يا عم انت لسه داخل، لسه يا احمد مش لسه داخل يا ابني، تعبت صح؟ تبدأ يا دكتور احمد. ياسين فهمت يعني، انت تعبت من الفهم ولا ايه؟ التريتمنت البرايمري صعب في العلاج، فهو السمر البرايمري في البرايمري اللي هو في البرايمري، عشان برضه نبقى فاهمين ايه البرايمري ده. البرايمري اللي هو الاوفيريال دامج او التستيكولار دامج لاي سبب من الاسباب، سواء تيومر او انفكشن او او دي مساله كونجنتال تيرنر او الانفلتر. الحاجات اللي هي البرايمري دي كلها بصراحه الامال فيها، ودول دكاتره بقى النساء والاندرولوجي والحاجات دي بيتكلموا فيها، الامال فيها مش كبيره. عشان كده بيعملوا ايه في الراجل، بياخدوا تستيكولار بايوبسي واحتمال يلاقوا سبيرم ولا حاجه، ياخدوه ويعملوا اي في اف او اللي هو الاكزي ده، تمام. او في الست بيعملوا برضو اندكشن ليفيليشن ويحاولوا يطلعوا اوفا، وبتبقى النجاحات بتاعت الحاجات دي مش قوي، واخد بالك؟ لكن السكند يعالجوا الى حد ما معقول، لان احنا ممكن ندي الهرمونز اللي هي ناقصه اللي بتعمل اندكشن، اللي بتعمل تستيكولار ستيميليشن او بتعمل اوفيريان ستيميليشن، اللي هو الى حد ما مشتركين في الكلام الاف اس اتش والال اتش والجي ان ار اتش او كان هايبوثالامس. وساعات طبعا يبقى الست عايزه كميه من الاستروجين او الراجل عايز كميه من التستوستيرون عشان مساله السكند سيكشوال كارت. واخد بالك؟ وكان اللي احنا عندنا السكند دي علاجه الى حد ما مشترك بين الراجل والست. البرايمري طبعا بتبقى زي ما قلت لك فيها شويه عمليات جراحيه كده شويه. اللي كان عنده اندستندد تيستيكل بينزلوا بياخدوها من البطن ويحاولوا ينزلوها، او بيعملوا بيشيلوا الفايكوزيل او حاجات كده. الاوفيريان نفس الكلام، لو كان في اي تيومرز او حاجات من هذا القبيل بيشتغل عليها دكاتره النساء. برضو الشيء المشترك هو ان الاي في اف بيجيب نتائج شويه كويسه. هي نفس الحاجات، ان احنا نعمل اف اس اتش وال اتش عشان نفرق البرايمر من السكند. البرايمر الاف اس اتش وال اتش عالي، السلايد اللي كانت موجوده دي، لكن السكند بيبقى الاف اس اتش وال اتش قليلين. وبعدين بقى نعمل لوكال انفستيجيشن على الاوفري، هل في تيومر، هل حاجه، هل في انفلاميشن. نعمل دوبلكس على التستيكولار، دوبلكس ده اللي هو بيشوف لنا اذا كان في فاريكوسيل، في حاجه من هذا القبيل. كويس، في اي سؤال تاني؟ دكتور رحاب كده خلاص وصل، دكتور سمر وصل. طيب الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه اللي هو الهيرشيتيز، خلاص احنا كنا جبنا السيرة قبل كده طبعا في الموضوع ده قبل كده، وهو عامل زي درس الجينيكوماستي، احنا خدنا الكلمة دي قبل كده، وهو هنا نفس الكلام. معناه ايه بقى؟ معناه ان في abnormal hair growth
في الفيميل. تمام. هنا المناقشة بقى، ايه الاسباب؟ يعني ايه الاسباب اللي ورا المسألة دي؟ طبعا المنظر الاولاني ده غالبا دي كانت اول حالة اكتشفوها، اسمها باربرا، خلاص كانت اول ست اكتشفوا عندها مسألة الهرشيتيزم. لكن طبعا الهرشيتيزم مش بالخيال ده، هو الهرشيتيزم معناه ان قلت لكم الكلام ده قبل كده في الاندوكراين يعني في العملي زمان. وهي مسألة ال تعريف الهرشيتيزم، يعني هو ماتيور وان ماتيور هير فوليكل خلاص في السايت بتاع الميل هير ديستريبيوشن، الحاجة اللي تخص الراجل اللي هو شنب والدقن يعني خلاص. في طبعا ليه أسباب كلاسيكية اللي هي الميني بولز، اللي هي بيبقى خلاص حصل اوفينيان فيلير، لان هي المساله بشكل واضح هو عباره عن ايه. يعني لو هنحط عنوان كبير قبل ما نمشي في التفاصيل، العنوان الكبير اللي هنتكلم فيه هيكون ايه؟ فالعنوان الكبير اللي هنتكلم فيه انه ال التستوستيرون قل خلاص، وال سوري الاستروجين قل، والتستوستيرون زاد او الاندروجين زاد. وهو ما فيش حاجه بتبقى المعنى ده قوي، هو الريشيو اتاثر. ما كده قلت لكم حتى في الجينيكوماستر، مش معنى ان عنده واحد عنده جينيكوماستر ان عنده استروجين، لا، ان كميه الاستروجين الموجوده اللي بتطلع من الفات سيلز عندنا ساعات خلاص. وده برضو حاجه من اسباب ليه الاوبيسيتي ممكن يعمل هايبوجوناديزم في الراجل خلاص. لكن المهم يعني الريشيو بتاع الاستروجين اندروجين ليفل ده بيتاثر. فالفيميل لو اتأثر، عندها الليفل بتاع الاستروجين قل شويه وبقى فيه تستوستيرون، ده هيعمل كده. او لو التستوستيرون عالي، وهنشوف دلوقتي المساله دي ممكن تكون سببها ايه. فهم يعني اخضعوا المساله دي لثلاث حاجات، مع ان زي ما قلت لكم ممكن تحط فيها، يعني لو عايز تركز قوي هيمشي فيها برضو الى حد ما الهايبوجوناديزم، لكن هم حطوهم في ثلاث اسباب رئيسيه. اول حاجه اوفيريان، هو معكوسين معلش الاوفيريان، في مرض شهير جدا 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 عند البنات اسمه بوليسيستيك اوفري سندروم، من اكثر اسباب مشاكل الخلفه في البنات، وهو موجود في الاوبيسيتي اكتر، وموجود في تايب 2 دايابيتس اكتر، موجود في الناس اللي عشان يكون عندها سكر، المهم يكون عندها هايبر انسولينيزم. الانسولين بيعمل بيشيل الاستروجين من السيكشوال بايندينج جلوبولين، فبيعمل نفس التاثير برضو، فالاستروجين برضو مستوى بيقل. بيعمل سبريشن زي ما قلنا من شويه الانسولين على الهايبر ثالاموس. المهم النتيجه ان في مرض اسمه بوليسيستيك اوفري سندروم او البوليسيستيك اوفري، وده بيمثل اكتر من 80% تقريبا في الاسباب خلاص. وبعد ذلك كل الاوفريان ديزيز اللي هتاخدوها السنه الجايه بالتفصيل. طيب نيجي للسوبرا رينال. في حاجه في السوبرا رينال عنوان كده ما خدناش فيه الحقيقه، بس اسمه كونجنيتال ادرينال هايبر بليزيا سمبلي. ده موضوع بسيط جدا، في ثلاثه زونه في السوبرا رينال، زونه فاسيكولاتا وزونه جروميلاليز وزونه اسمها زونه ريتيكيولاريز. في زونه كده فاسيكولاتا والجلوميرولوزا وفاسيكولاتا. الفاسيكولاتا دي الريتيكيولاريز قصدي، دي بتطلع اندروجين في الراجل وفي الست، يعني الراجل عنده اندروجين والست عندها ليفل عالي من الاندروجين، بس الاندروجين اللي عندها كميته قليله جدا، والغالب ايه؟ الغالب التستوستيرون. كويس. في مرض اسمه كونجنيتال ادرينال هايبربليزيا بتجبر الريتيكولاريز دي،
وطلع كميه اندروجين، ده بيكلمك على الكونجنتال ادرينال هايبرفيزيا في الستات، لان الكونجنتال ادرينال في الراجل تاثيرها كده هيكون مختلف، بالعكس هيعمل له ايه؟ هيعمل له بلوغ مبكر. لو حصل كونجنتال ادرينال هايبرفيزيا في راجل هيبقى علامات الاندروجين عنده ظاهره بشكل كبير بدري كمان لو حصلت وهو صغير. لكن الكونجنتال ادرينال هايبرفيزيا في الستات معناها ان هيبقى عندها الليفل بتاع الاندروجين عندها عالي. الليفل بتاع الاندروجين لما يكون عندها عالي، ولاحظوا حاجه غريبه جدا، ان ده بيطغي على تصنيع الكورتيزون. يعني الكلام ده بتلاقيه بيطغي على تصنيع الكورتيزون، فتلاقي ضغطها واطي. اللي عندهم كونجنتال ادرينال هايبرفيزيا دول بيبقى ريتيكولاريس بس هي اللي الجلوميرولوزا كويسه، بتاعت الجلوميرولوزا دي اللي بتطلع الدوستين، الفاسيكولات اللي بتطلع كورتيزون. لكن الواحد كلهم كويسين، بس اللي هي الكبيره قوي من الريتيكولاريز اللي هي بتطلع اندروجين. احيانا يحصل انكروشمنت على باقي الزونز، فتلاقي العيانه، لو بنتكلم على ست احنا بنتكلم هنا على الفيميل، العيانه عندها زياده في الليفل بتاعت الاندروجين وباقي الحاجات متاثره. طبعا اكتر حاجه مهمه لما تتاثر ووحشه وتوطي الضغط وتعمل مشكله الكورتيزون والالدوستين. خلاص، يعني لنا مناقشه فيها الكونجنتال اندرو هايبرفيزيا، لكن اعرف ان ده المعنى، ان العيانه عندها زياده من الليفل بتاع الاندروجين، وبالتالي هيكون في زياده، او يعني ريلاتيفلي هيبقى لو خدنا اعراضها تبقى ظاهره امنوريه بريست اتروفي هيرشيتس. طيب كوشنج سندروم، برضو الكوشنج سندروم بيعمل سبريشن على سيكشوال هرمونز، خلاص، وبالتالي بيأثر في الفيميل على برضو الاستروجين، وبيأثر في الميل على الاندروجين. زي الكوشنج سندروم في الميل يعمل جاينيكوماستر، الفيميل بيعمل هيرشيتيزم وبيعمل بريستاتر. الادرينال تيومرز هي ان يكون في تيومرز مطلع اندروجين، وهناك سبب فيديوباثيك. حتى لما يجي بعد كده يتكلم في العلاج يقول لك ايه، والله لو كان بوليسيستيك اوفري احنا بنعالج بوليسيستيك اوفري، بنعمل بندي اف اس اتش وال اتش ومش عارف ايه. يعني العلاج موضوع نسى شويه، الاوفريان السوبرارينال بنشيل السوبرارينال تيومرز، الايديوباثيك بيشتغلوا بيعملوا ليزر ثيرابي، يعني يشيل الشعر بالليزر، وهنا لانها دي حاجه ايديوباثيك وقد تكون موجوده، يعني في بعض الناس موجوده نورمال فاريانت. المفاجأة دي طبعا التقسيمة بشكل يعني تحت بعض الكلام يعني، بس هو نفس الكلام. العلاج ده مش عليكم، لكن يعني خليني اقول لكم بس السؤال فين. بص، السؤال في انه هل هناك ادوية، هل هناك ادوية باطنة ممكن تعالج الهيرشيتيزم طالما انه مفيش ميجور ادرينال ديزيز، يعني مفيش ادرينال تيومرز، مفيش كونجنتال ادرينال هايبرپليزيا، مفيش ميجور اوفري ديزيز، ما عندهاش بوليسيستيك اوفري، اللي هو نظام الحاله بتاعت الايديوباثيك اللي عندها بس سلايتلي هايبر اندروجينيزم، اللي هي ممكن تكون برضو اللي جايه من مساله انه بتمارس رياضه عنيفه مثلا، وده الماسلز عموما والاكسرسايز العنيف بيريليز بيعلي الريليز بتاع الاندروجين، وده ممكن حتى في الفيميلز زي ما قلنا، زي مساله انها تلعب ملاكمه مثلا او مصارعه او الحاجات بقى اللي هي تبقى شويه فيها عنف يعني. طيب هل في حاجه ممكن تعالج ده؟ اه في دوايين الحقيقه. الدواء الاولاني الميتفورمين. الدواء الاولاني، وخلي بالكم الادويه اللي انا هقولها دي تعمل في الراجل جاينيكوماستر. يعني الادويه اللي هنقولها دي بيسالوا فيها مهمه، ويمكن كنا جبنا سيرتها قبل كده. الاولاني هو الميتفورمين. حلو في الناحيه دي ويخسس وجميل. والدواء الثاني السبيرونولاكتون بس له دوز، يعني ما ينفعش اكتب 100 مللي جرام هيوطي لي الضغط. فالدوز اللي ممكن المقبوله في الحالات اللي زي كده كان اللي هي ال 25 مللي جرام. طبعا لما يكون بقى فيه اوفيريان ديزيز، لما يكون فيه ادرينيت، يبقى الدخل بتاع النساء والدخل بتاع الجراحه وحاجات زي كده، لكن دي الفكره الايه؟ الفكره العامه. طيب
الدرس اللي هو الأخير والمهم هو الأوبستي. طبعا ايه لو غرامات هتسالني طب والهيرشيزم ده نعمل له انفيزيشن ايه؟ واضح هتعمل اوفيريان كلها ايمجنج يعني اوفيريان الترا ساوند، هتعمل سي تي على السوبرا رينال، طبعا هتقيس الليفل بتاعه بتاع الاندروجين، لو طلع مفيش حاجه في السوبرا رينال ولا طلع حاجه في الاوفريز يبقى احنا بنتكلم في انه هو ده الايديوباثيك وده علاجه سهل. وزي ما قلت لكم بيدخلوا فيها مساله شويه بتوع التجميل بقى بيدخلوا في الكلام ده اللي هو بيبقى زي الليزر ثيرابي مع بعض الادويه. ايه السؤال اللي قبله ده؟ هو ايه سؤال ايه؟ مع بعض الادويه بتاعه البطنه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي ادويه البطنه، قلنا ممكن ندي الميتفورمين، ممكن ندي السبيرالاكتون، بس حضرتك لو هتدي الميتفورمين وتدي السبيرالاكتون تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تدي لو دوزز بالذات في السبيرالاكتون. ميتفورمين مفيش مشكله، ميتفورمين معاك ومع حضرتك لغايه 2000 مللي جرام، بس يكون دواء نظيف. الحقيقه انا بدي ضربتك وباخد الميتفورم المصري علبه مش عارف فيها 70 قرص ولا 100 قرص تمام مش عارف ب 35 جنيه السعودي، الشريط وصل 100 جنيه. فطبعا لانه ده بيبقى الدوز العاليه منه ممكن تعالج المساله اللي هو الهرشيتيزم ده، الدوز القليله هي اللي بتنفع للدايابيتس. خلاص خلاص يبقى عنوان السؤال كان بيقول اللي هي الفارماكولوجيكال ثيرابي اوف هرشيتيزم، الميديكال دراجز، الميديسن الدراجز اللي بناخدها في الميديسن المشهوره ونعالج بيها درجه ادويه بطنه بيسموها بتوع الناس ادويه. السؤال كده بشكل بلدي كده اهو بيسالوه في الشفا، ادويه بطنه بيسموها دكاتره الناس. في ادويه البطن اللي صدرت دكاتره النساء ورخيصه على فكره، بدل ما تقعد تستخدم بدل ما الدكاتره يستخدموا هرمون الثيرابي عندنا الاثنين زي ما قال الدكتور عبد الله محمد كده، السبيرانولاكتون انتي اندروجين والميتفول، بس كلها دوزز غريبه يعني السبيرانولاكتون وطي الدوز 25 فاش دمي، الميتفورمين علي الدوز لان يعني الدوز عاليه. خلاص اشتق. طيب نيجي للسؤال هذا الجميل اللي هو اسباب الاوبس. طبعا احنا عندنا الاوبس دي اسباب الاوبس، معلش اكتبوا لنا كده معلش ايه نكتب بس تقسيمه كده انا مش كتبتهاش. في اورجانيك وسايكوجينيك، طبعا في نوع من الدبريشن اكتبوا معايا معلش ده، في نوع من الدبريشن خلاص بيخليك تاكل كتير، في انواع من الاكتئاب وفي انواع من البيرسوناليتي ديس اوردرز. خلاص فسايكوجينيك دي مساله مرتبطه بالايه، مش لازم يكون مكتئب الشخص، مش لازم يكون مكتئب. خلاص لكن المكتئب بيبقى تيبيكال يبقى خاسس، تيبيكال يبقى عادي ياكل. دي الايه المساله السايكوجينيك. الاورجانيك طبعا السؤال اللي هو خلانا ذكرنا الموضوع هنا ايه، لان في اندوكراينال ديزيز، في اندوكراينال ديزيز. خلاص يجي بقى مساله الجينيتك او الوراثه او الايديوباثيك او مش عارف ايه دي معانا. طيب الاورجانيك في اندوكراينال ديزيز وفي ميديكيشنز وفي هابتس، خلاص وفي عادات بتؤدي الى الاوبستي. احنا كل تركيزنا على ايه اللي انا عايز اعلمه لكم، يعني فوقك من الامتحان بتاع اسئله الامتحان مش مهم، لا انا عايز اعلمك حاجه، الانكسبليند ويت جين. بس ده عارف كده الانكسبليند ويت جين لازم تتزامن الهرمونز، لازم نشوف مسألة الهرمونز دي عاملة ازاي. هو ده السؤال وده اللي بيخلي السؤال ينزل في الامتحان وده على الاندوكراين وكل حاجة. وطبعا لو هنحط واحد في المقام الأول هيبقى الهايبوثايرويديزم،
يعني لو ناويين نحط حد في المقام الاول ويبقى هو ده احسن حاجه في الدنيا، هو مساله الهايبوثايرويدوز حاجه عظيمه قوي. خلاص، فمن هنا جت دي السؤال او من هنا جت الفكره. تمام. طيب ايه بقى الحاجات اللي في الـ اللي في الـ اللي في الاندوكرايت؟ فعلا احنا عندنا امراض وراثيه جينيتكس، اللورنس مون بيدل والبرادر والحاجات دي اللي هي بتاعت الهايبوثالاميك دي، اكتشفوا انه بقى اوبيس، البيزن ميتابوليك ريزم بتاعهم بيتاثر خلاص، فبيبقى العيان من ساعه ما اتولد وهو تخين. ماشي. طيب الحاجات بقى بتاعت الاندوكراين العاديه مالناش دعوه بالسبب، الهايبوثايروديزم طبعا، الكوشنج طبعا، الدايابيتس تايب 2 طبعا، بالذات طبعا ده تايب 2 في الاول هي في المرحله اللي فيها بيقولوا عليها هايبر انسولينيميا. خلاص، يبقى الاندوكراين ايه مهم قوي، عارف الهايبوثايروديزم، عارف الكوشنج، عارف الدايابيتس، عارف الهايبر انسولينيميا، والامراض الوراثيه بتاعت البان هايبو الجينيتك واللورنس مون بيدل والبرادر، وينفع تقول البان هايبو المجمل لان بيبقى عندهم البيز الميتابوليك ريت بتاعهم قليل. السؤال الحقيقي اللي جه في الامتحان ما كانش كل ده، كان مشاكل المشاكل اللي بيعملها، ايه المشاكل اللي بتعملها الاوبيست. والحقيقه مشاكل الاوبيست دي حاجات ما لهاش حصر، يعني هنقول بشكل الكومبليكيشن، يعني السؤال ما كانش على الكوزس، لان الكوزس تاني كونجينيتال واكوارد، والكونجينيتال قصدي سوري سايكوجينيك واورجانيك، والسايكوجينيك في الديبريشن وفي البرسوناليتي ديس اوردرز، والاورجانيك الاندوكراينال وهابتس وميديكيشن. طبعا الميديكيشن ده قصده كورتيزون، يعني قصده ان حد ممكن يستخدم الكورتيزون والاو سي بي اس، والهابتس قصده طبعا ان الواحد يبقى قاعد انه ياكل كتير جدا او يشرب خمره، لو برضه الخمره من الحاجات اللي بتشجع على الاكل. في الجزء اللي يعنينا هي مساله الاندوكراينال، هو ده اللي خلى الدرس ده جه هنا، لان الحقيقه الاوبيس دي هنشوفها كتير، يعني وانت بتالف في اسئله الامتحانات هتلاقي عايز الفيو بتاعتها من حاجات كتير. خلاص. طيب الجزء الاندوكراين هو الغدد اللخبط الهرمونات، اولهم طبعا الزعيم بتاع المساله اللي هو الموست كومن كوز هو الهايبوثايرويديز، الكوشنج طبعا، الدايابيتس والهايبر انسولينيا لانه حاجه انابوليك، ايه المساله بتاعت البان هايبو سبيشالي في الحالات، سبيشالي في الحالات اللي ممكن تكون مرتبطه بالسندرومز اللي هو اصلا مولود متخطوخ من الاول، اللي بنتكلم على اللورنس مون بيدل او البرادر او حتى ساعات شفوف كلب، لكن دول اكتر اثنين اتشاف فيهم اوبيسيتي واضحه. خلاص. طيب السؤال الثاني او النقطه الثانيه في الدرس ليه كومبليكيشن، زي ما قلت لكم الموضوع هتعمل ايه؟ هتكلم يعني انا في وجهه نظري الرسمه دي حلوه وجميله ونمسي هنتكلم واحده واحده، وبعدين لو في حاجه تظهر هفهمها لكم. اول حاجه هو الراجل مشاور على دماغ العيان، واخدين بالكم، وكاتب انه سي ان اس او ستروك. او طبعا الستروك دي هتبقى جايه من الميتابوليزم. ليه بقى؟ يعني مش هتبقى جايه بشكل مباشر، يعني الاوبيس ما لهاش تاثير على الاقل في الصوره دي كده، ومش قصده كده، مش قصده ان في تاثير مباشر، هو قصده انه التاثير بتاع السي ان اس اللي عايز يكتب بقى يكتب، لان انا الكلام هنمشي واحده واحده طبعا الخط ده، التاثير على السي ان اس الجزء سايكوجينيك وجزء اورجانيك. ايه ده في جزء نفسي من الاوبستي القطط الاورجانيك، هو بيقول لك الستروك دي او ان يبقى الانسيدنس بتاع السي اس اللي قصده كارديو فاسكولار ستروك عالي في الناس الدخان نتيجه الميتابوليك اليمنت اللي هو زي ما عماد بيقول كده اهو، عندهم مشكله في الليبيد بروفايل، عندهم مشكله في الانسولين العالي، عندهم مشكله في الجلوكوز ممكن يبقى زايد شويه. خلاص. ممكن يجي لهم بريماتيور، ما يطلق عليه بريماتيور اثيروسكليروسس، بس اتفاجئوا بحاجه. ايه بقى؟ ان في جزء نفسي اهو موجود هنا في الرسمه دي في الجزء الاولاني خالص، بيقول ان هو بيأثر على المود
وعلى الكوجنيتيف فانكشن. احنا قلنا يا جماعه عن ايه كوجنيتيف فانكشن؟ دي ادراكك الابعاد البعد الثالث بتاع الحاجه، ادراكك البعد ان انت سمبلي ان انت تكون تركيزك ضعيف. طبعا المود طبعا بيقلل او بيزود الريت بتاع الديبريشن، بيبقى دايما حساس، بيبقى دايما فيه سوشيال الكريشن انكزايتي. حوار بقى الكوجنيتيف فانكشن ده احنا قلناه قبل كده لو انتم فاكرين، كان بيتقال في الاوكسيتوسين، وقالوا ان هو بيبقى مش عارف يمكن السوشيال ميموري، ذاكرته الاجتماعيه، الكلام الحلو. المهم مش عايزين نتعمق، ناخد الموضوع بسلايد، لان هو لما جه كان عليه 5 درجات. احنا عايزين نقول الرسمه دي ايه اللي كتير قدام كل حاجه، هنملى فراغات. الجزء بتاع اللي قدام كلمة ستروك ده انا هنصلحه ونكتب CNS complication. خلاص، وهنكتب ان CNS complication دي بتقسمها CNS complication بتقسمها لحاجات مرتبطة بالأورجانيك، واخدين بالكم، وحاجات سايكوجينيك. السايكوجينيك قلنا زي الريت بتاع المود ديز اوردرز، الدبريشن، الانكزايتي، ماشي. الاورجانيك قلنا ان الستروك او ديزليبيديميا ممكن تساعد على الريت بتاع السي بي اس ستروك اللي هي مارجن فانكشن. اصلا بص مش هقرا على بعد كده على الرقبه، وقصده ايه بالرقبه؟ زي ما هو كاتب كده، الريت بتاع السليب ابنيا. لاحظ ان السليب ابنيا ده موضوع عميق قوي، لانه اكتشفوا ان السليب ابنيا دي اولا حاجه مش ملحوظه، محدش بيشخصها غير لما يبقى الموضوع عميق جدا، لكن بتلاحظ انه بينام كتير بالنهار، بتلاحظ انه هو عصبي قوي، بيبقى عنده هايبوكسيا، بيبقى ومش على الرقبه. قصده ان طبعا بيبقى فيه فات شويه كده في رقبه العيان، بيبقى فيه ويكنس في المسل زي ما قلنا في الاكروميجالي. المهم يعني ده بيخليه نومه مش حلو، في هايبوكسيا كده وهو نايم. لو انت عارفين ده حصل، لو بيعمل ايه الاستباب ده بيأثر على كل الفانكشنال بتاعه الهرمونز، بيأثر على كل على الهارت، على التشيست، على لسه كنا بقول من شويه بيعمل هايبوجوناديزم، حاجات كتير. خلاص، لما جم يكلموا على الهارت ديزيز، طبعا في علاقه بين الاوبيزيتي والهارت ديزيز، ما يطلق عليه كاردنيوباثي او الاسكيميك كاردنيوباثي، او انه ممكن يجي له اسكيميا اكتر من غيره. اللانج ديزيز طبعا اللي هو برضه هو نفس الاستراكتيف سليب ابنيا. الليفر ناش، يبتدي بنافلد وبعدين يبقى ناش. الدايابيتس سونو ليتر هتظهر، في الاول ما يبقاش فيه دايابيتس ولا حاجه، بس بعد شويه يبقى فيه دايابيتس، بس الاول ما يبقاش فيه دايابيتس ولا حاجه. ليه؟ بيبقى الانسولين العالي بيحاول يعوض المساله، الانسولين العالي بيعمل ايه؟ بيحاول يعوض المساله، وبعدين ما يقدرش، الانسولين تلاقيه بدا يقل، فيبتدي يظهر السكر. فنقدر نقول في الاول جنب الهيما دايابيتس دي كافيه انها تعمل مشاكل كتير. خلاص، لكن جنب الهيما دايابيتس ممكن تكتب قدامها ايه؟ هايبر انسولينيا. طيب، البنكرياتايتس مش حاجه قمر الحقيقه، لكن لو حصلت هتبقى حاصله بسبب الترايجليسرايدز، ان ممكن على فكره البنكرياتايتس ما بتحصلش من زياده الكوليسترول، بتحصل من زياده الترايجليسرايدز، فممكن تحصل وممكن ما تحصلش. الجول ستونز احنا اتفقنا في الاول ان احنا قلنا ايه؟ احنا عندنا حاجه اسمها الفور اف، على فكره في ميل فادي في الطايل فور مش عارف. الجول ستون الى ان نتكلم عليها في جي اي تي، الجول ستون جزء منها اسمه كوليسترول ستونز، مش كده؟ في جزء اسمه كوليسترول ستونز. الكوليسترول ستونز ده جاي من الكوليسترول طبعا، عشان كده بيزيد الليفل بتاع الجول ستونز.
الارثرايتس الحمل بقى ده بيسموه الاوستيو ارثرايتس اللي عنده برضه فاكرين بتوع البطنه الخاصه كانوا بيقولوا عليه وير اند تير. يعني كانوا بيقولوا عليه كده وير اند تير اللي هي عوامل التعريه عوامل الحمل الوزن. فالوزن على المفاصل بيعمل ارثرايتس. الغريبه بقى وده الحته بقى الشائعه اللي في الموضوع كله انه لقوا ان الريت بتاع الكانسر بيزيد مع الاوبيستي. خلاص الريت بتاع الكانسر بيزيد مع الاوبيستي. في اساس ده هنا اهي يبقى ليه؟ طبعا يعني محدش عارف التفسير بشكل قطعي لكن عايز اقول لكم هو كل الناس حاطه فكرتها على الانسولين العالي اللي فيه ريزيستنت ليه وعالي ده فبيروح يعمل اي حاجه ملهاش فانكشن بتلاقيها تخرف. الانسولين عالي ومش عارف يستفيد من الجلوكوز الموجود فبيروح لاعب على التيشو ويعمل مشاكل في التيشو. لاحظوا ان اكتر حاجات بالحقيقه بتزيد هي منطقه الجي اي تي وبعدها هنا في الفيميلز الاوفيريان والاندوميتريال والبريست كانسر. خلاص وفي الراجل بيبقى بروستيت لكن اكتر كانسر اكتر سرطانات بتبقى موجوده مع الانسولين هي بتاعت الجي اي تي. زي ما انت شايف كده اهو بيقول لك الاسوفيجيال كانسر ليفر كانسر ستومك كانسر كولوريكتال كانسر بنكرياتيك كارسينوما تيجي مع الناس الدايابيتيك. خلي بالك ده 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 عنوان تاني معلش حتى لو ما كناش قلناه اكتبه. بص اللي هو ايه ريسك اوف كانسرز ان كيس اوف دايابيتس تايب 2. طبعا هو دايابيتس تايب 2 لازم تكون تايب 2. ليه لازم يكون تايب 2؟ لان عندهم انسولين. هو نفس السؤال نفس الاجابه لما يقول لك قول لي السلطات كده اللي بتحصل مع السكر. هل الكانسر هل السكر النوع الثاني معاه زياده في الانسيدنس بتاع الكانسر؟ ايوه ويجوز منها وراثه وبالذات البنكريات الكانسر الانسولين بيقعد مش عارف يطلع زي ما قلنا ان في جزء من المساله بتاعت السكر النوع الثاني مش عارف يطلع فالانسولين يقعد جوه البنكرياس يروح هتلاقي ناس اللي جالها مش كلهم بس يعني نسبه كبيره جدا من الناس اللي بيجي لها كانسر هيدو بانكرياس مش عارف ايه تلاقي كله ده دايابيتس كله ده دايابيتك دايابيتس تايب 2. خلاص لكن يعني نفس اجابه الحته دي بتاعت الاوفر ويت اند اوبيسيتي انكريز ريسك فور كانسر هي نفس الفكره بتاع دايابيتس تايب 2 تايب 1. لا طبعا طبعا عنده انسولين اصلا انسولين مش مكفي. خلاص ودي لقوها في حته انا كنت قلت لكم عليها قبل كده لما تلاقي ناس تايب 2 بيعالجوهم بانسولين وهو مش ما ينفعش يتعالج بانسولين. يعني في اوروبا اللي هو في كفر بطشت قصدي والدول المتخلفه بيبقوا فاهمين دايما ان علاج السكر انسولين فيروح له العيان نوع الثاني عنده دايابيتس يكتب له انسولين ضره ما خدموش لان هو ممكن يبقى عنده الانسولين عالي ولما يدي له انسولين الانسولين ده في حد ذاته كارسينوجينيك. خلاص لكن لما يكون العيان عنده الانسولين قليل وبتدي له انسولين انت مش غلطان زي قلنا المفروض اللي يفصل ده ويبقى شاطر ودكتور كبير وفاهم ان انت بتقيس الليفل بتاع السي بيبتايد وتشوف العيان ده دنيته عامله ازاي واوبيز ولا لا وبتاع لان الحقيقه المفروض لما يكون حد اوبيز ويكتب له انسولين يعني في حد ذاتها دي في حد ذاتها عايزه مناقشه لانه في المجمل كل الناس الاوبيز اللي عندهم الانسولين عالي وهو اللي انابوليك وهو اللي مخلي الوزن ده بالشكل ده. خلاص يبقى اذا ايه هنا بيقول لنا خلي بالكم الاوبيزيتي بتعمل اوبستراكتيف ابنيا والاوبستراكتيف سليب ابنيا بتعمل الاوبستراكتيف ابنيا بتزود الانسولين ريزيستنت لان بقى في هايبوكسيا فبتعمل اوبيستي. الاوبيستي حاجه كلوز سيركل يعني. وهنا بيكلمنا عن الاوبيستي وازاي بتعمل سب فيرتيليتي والاكتوال ديس فانكشن. اتفقنا انه برضو انه يا اما ده مرتبط بالانسولين لو لسه كل الكلام ده كنا بنقوله من شويه الاوبيزي اما حاجه هي مرتبطه بالانسولين والانسولين بيعمل ديستربنس في الهايبوثلاميك هايبوفيزيال يا اما في الابنيه بتعمل سبريشن على الهايبوثلاميك والابنيه بتعمل برضه نفس الكلام. فهل الناس الاوبيز في الرجاله انفرتايل؟ الاجابه نعم.
او عندهم سب فيرتيليتي او عندهم اوبيسيتي سوري عندهم امبوتنس طب والستات بوليسيستيك اوفر طيب هنعمل ايه بقى المفروض في الاوبيسيتي ندور على الاندوكراينال كوز المفروض احنا ندور على الايه على الاندوكراينال كوز ايه يا عم انا اول حاجه تعملها دي سيج اي واحد شايف نفسه تخين لاي سبب معلش اعملها دي سيج حتى لو انت شايف نفسك بتاكل كتير معلش اعمل بس دي سيج عشان تطلع كده هتفرق معاك كتير ولا تنسى ان احنا في فتره الفترات كنا اندمك انا الدنيا عندي كويسه بيقطع عندي مين صوت بيقطع الناس كلها صوت بيقطع ايوه النيام كده ان شاء الله صوت بيقطع طيب الناس هنعمل ايه هنبتدي من ال تي اس اتش خلاص دي كفكره شكرا شكرا هنبتدي من تي اس اتش لانه ده فكره مهمه هنشوف السكر لحسن يبقى فيه دايابيتس واحنا مش واخدين بالنا حتى لو انا عايز اقول بس قدام كلمه تي اس اتش اقول لكم شويه حاجات تفيدكم في المستقبل القريب هتكتب قدام تي اس اتش سب كلينيكال هايبوثايرويديزم يعني ما هوش لازم يكون عندك مانجمنت والله بردان وعندك كونستيشن مش لازم اكتب قدام تي اس اتش ايه سب كلينيكال طب وقدام الهيموجلوبين 1 سي اكتب مين شاطر في يكون فين دماغي هنكتب قدام الهيموجلوبين 1 سي ايوه برافو عليك ايه ده فهمت اهو انت دماغي برافو عليك والله ايوه البري دايابيتك ما هوش يكون عندك السكر ممكن يكون داخل على سكه السكر يعني لو واحده بس اللي عرفت ده المصيبه السوداء بري دايابيتك البري دايابيتك البري دايابيتك ما هوش لازم يكون دايابيتك والهايبوثايرويد برضه مش لازم يكون هايبوثايرويد بس هتلاقي الهايبوثايرويد يعني ايه اقول لك يعني لا تنتظر الاعراض ارجوك طب وليه نعمل السيب تايد عشان يكون في سنه زياده في الانسولين انت من الشخص ده وساعتها ايه اللي يخلي الانسولين يقل يا جماعه انتوا عارفين ايه تلعب رياضه الرياضه تروح مطلع لك الانتي انسولين هرمون الانسولين يقل يبتدي الخسسان ده يتصلح وبعدين السيب تايد لو عالي قوي خطر لحسن تكون في انسولينوما طيب الديكسامتازون سبريشن تشوفوا بس فاهمين والموضوع وصل دماغكم ولا لا شوفوا بقى ايه بص هقفل على طول لو ما عرفتوش بص الديكسامتازون سبريشن تيست نعمل اللو دوز ولا الهاي دوز ممكن اكون بوقعكم يعني ممكن تكون البطاطس بسيطه جدا وانا بوقعكم يلا يا جماعه يلا عشان ايه فعلا انا هقفل وامشي والله نعمل اللو دوز ولا الهاي دوز انا بكسر في المكتب على فكره دلوقتي نعمل لو دوز ولا هاي دوز يلا ساندرا نعمل لو دوز ولا هاي دوز ترى ساندرا رشا ولا مش موجودة أساسا ترى ندى مصطفى باء النيام وضيء نعمل لو دوز ولا هاي دوز
الشعب الباقي راح فين؟ يعني مش باقي الباقي مش معرفش. يلا يا عشان الصحار نعمل اللودوز. طبعا نعمل اللودوز الاول خلاص، لان هو اللي بيفرق بين الكوشنج والسودو كوشنج. لان ممكن يبقى عادي لو طالع نورمال يبقى سودو كوشنج، وندور في الحاجات التانية اللي بتعمل اوبستي. وبعدين لو طلع بوزيتيف يعني ما حصلوش سبريشن، هتعرضوا لهاي دوز. الهاي دوز عمل سبريشن، يبقى ده تبع الاي سي تي اتش ريليس. معلش يا جنوب حبيبي، خلاص ما حصلوش سبريشن مع الهاي دوز، يبقى ده جاي من السوبر رينج. هنعمل امتحان الدكتوراه قريبا ونعمل انتوا مثلا مجموعه مثلا 30 و40 واحد، وعنا 40 سؤال، ونفتح المايكات ونفتح البشر مش هيرد. تمام، انا قلت كده، برافو عليك. تمام، طبعا الاوبيسيتي زي ما انتم شايفين كده بتعمل اوستيو ارثرايتس. الخلاصه الاسئله بشكل واضح اكتبه كده عشان نمشي. ايه الاندوكراينال كوز اوف دايابيتس؟ ده السؤال لو اجابته اهو. حاجه الثانيه ايه الكومبليكيشن؟ هترد سيستماتيك. السؤال الثالث ايه الكانسر اند اوبيسيتي؟ كانسر اند اوبيسيتي، كانسر اند دايابيتس، الاثنين صح. السؤال الثالث ايه الانفستيجيشن؟ السيشن كلها حاجات ايه؟ اندوكراين كده اهو. العلاج الفكره بتاعنا الاوبيسيتي طبعا يبتدي هرمي كده من تحت، دايت وفيزيكال اكتيفيتي. حاجه طبعا لو هي عنيفه والبي ام اي معدل 35 خلاص، بيبقى طبعا الكلام بتاع الدايت ثيرابي والفيزيكال اكتيفيتي ده موضوع وهمي شويه. خلاص، وبعدين فارماكوثيرابي عندنا الميتفورمين ينفع. خلاص، تمام. بعدين في الاخر الحاجات بتاعت اسمها البارياتريك سيرجري. البارياتريك سيرجري دي اللي هي بيسموها تحويل مسار، سمعتوا عنها اكيد. دي عملت يعني معجزه في الموضوع، غيرت مسارات الكون. هي مش بس تحولت مسار المعده، ان خلت المعده ما تبقاش كونتينر كده. في طبعا احسن حاجه فيها ان يشيلوا حته من المعده، لكن شفت مثلا في المثال اللي قدامنا ده، بص عمل ايه؟ خد من الاسوفاجس على الانتستين، فبالتالي مش هيسمح لك تاكل كتير اساسا. شايفين المثال ده؟ هو خد من الاسوفاجس على الانتستين على طول، فطبعا كانه شال الكونتينر بتاع المعده ده. ماشي، يعني حوار السنه الجايه اتكلموا فيه. طبعا في شيء فكره ان هو يصغر المعده اللي اسمها تكميم معده، اكيد سمعتوا عنها، يصغر المعده. في حاجه بيعملها دكتور ايمن حسنين، ممكن تكتبوها برضو، هي تعتبر انترفنشنال يعني فيهاش فتح، اللي هي جاستريك بالون. يحط في المعده بالونه ويسيبها 6 شهور، عارف كل ما تاكل انت هترجع. عارفين الاوريجز نيرفوزا والحاجات دي، كل ما تاكل مش هتلاقي حته. ايه هي؟ بياخد كانه طبعا بالونه بتشيل نص المعده، ونص المعده الثانيه على قد المايه اللي هتشربها والعصاير وحاجات زي كده، فمش هتاكل كتير. طبعا مشكلتها في ايه طيب؟ مشكلتها في الالكترولايت ديستربنس، يعني لو مش ظابط بقى وبتقيس البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفورس والحاجات دي هتخش في مشاكل. معايا؟ المره اللي جايه ان شاء الله بعد بكره هنبتدي النفرولوجي، وناخد الحته بتاعت الهايبر بارا دي انا مأجلها اللي هنشرحها في النفرولوجي. بس هنبتدي في الاول بمراجعه حالات كده. جهز نفسك، حالات بسيطه كده اهو. نقعد نتكلم كده مع بعض ونراجع اللي فات على اي حالات كده بسيطه وسهله واجاباتها سهله. خلاص، حد ليه اي سؤال؟
لا مش مراجعه كلها، نصها فيها بدايه النفرولوجي اليورين اناليسيس، هو باقي في الاندوكراين الجزء بتاع الهايبر بارا اللي هو الكالسيوم ديز اوردر، هو ال اه هنعمل فطار للولاد بقى ان شاء الله. لا مش كويس اللي هو الاستاد، انا ما رضيتش اجيب سيرته مش كويس والله. انت بقى زي هنعمل، هنرتب بقى، هنرتب مع الدكتور علي، هو مش موجود ما اعرفش راح فين. صبري موجود طب ولا طلع؟ هنرتب مع علي ان شاء الله اللي هو يبقى فيه فطار للميلز ان شاء الله. احنا قلنا البنات قالوا مش عايزين، مش عايزين من وشك حاجة. احنا كنا هنعمل يعني زي يعني تقريبا 10 مثلا او 15 الماسكات بالجوانتيات، ويبقى في فطار اللي عايز يجي يقول لي وانا رد. هنعملهم على كذا يوم، كل اسبوع مجموعة اللي عايز يقول. هو علي نزل، انا قلت لعلي يقول على الجروب بس ما لقيناش اي ريسبونس غير من المجموعة شوية من الميلز، واللي عايز يبقى موجود يقول لي. خلاص عايز، في اي حد عايز يسال يا جماعه في الحاجات اللي احنا قلناها ده يا جماعه؟ موضوع امتحان، هو موضوع رخم بس اسئله امتحانات. خلاص يعني موضوع لسؤال الامتحان، سواء الهايبوجناديزم كان سؤال اسئله، كان سؤال كوزس، كنا بنقول انا كنت بقول للناس يا جماعه ذاكروهم وخلاص، وروهم من اي حته هي اسبابه وخلاص، يعني ما كنتش بشرحها في العادي. خلاص الحته الثانيه، الجزئيه الثانيه بتاعه الاوبيسيتي دي، خلاص حد عايز يسال اي سؤال؟ انا مستعد يعني لسه بدري يعني. المفروض الدكتوره فاطمه بتقول هو اي حد عنده unexplained weight gain نعمل كده، المفروض طبعا لازم كل حالات الاندوكراين، هنراجع كل حالات الاندوكراين على هيئه كيسز اللي هي كانت النهارده في المقدمه، وحتى غالبا التال ما سجلتش، اللي هي الحالات اللي احنا قلناها في المقدمه دي شبهها كده، بحيث ان احنا ايه ده اديسون، ده مش عارف ايه، ده الحاجات دي كلها هتفرق معايا. خلاص تمام، حد عايز يسال يا جماعه يسالوني لو عايزين. طيب خلاص المرة الجاية بقى إن شاء الله نشوف أنتوا فاهمين ولا لأ، عشان مبقاش فاهمين حاجة. شكرا يا رب، ربنا يخليك حبيبي. السلام عليكم.